المواصفات ديال شركة الحياة؟ شركة الحياة مواصفات ديالها خصها تكون معقولة مع رجلها، تكون كتبغيه وتحافظ عليه وتعاونه. المواصفات هو يكون أول حاجة يكون احترام، راجل يكون كيحترم ومشي الشكل مشي مهم، وثاني حاجة يكون ثقة بيناتنا. يعني المرأة المستقبلية يعني من الأحسن يعني تكون عندها واحد المونطاليتي اللي هي قادرة تفهمني ونفهمها، وتكون يعني صافي نتفاهمو صافي. بالنسبة للمواصفات ديال شركة الحياة، أول حاجة نلتزموا بداك الشيء اللي جانا به التعاليم ديال الدين الإسلامي، ومن ظفر بذات الدين تربت يده. كنختار أن ذات الدين شي وحدة تكون ملتزمة، إنسان تكون ملتزمة، سواء المهم الجمال ما كينفعش، ولكن كيبقى الدين هو اللي كيدوم، والتربية ديال الأطفال على الدين الحنيف واللي جا به الرسول عليه الصلاة والسلام هي أهم شيء من الزواج، فهمت؟ مؤسسة الأسرة كتنباني على هذا الشيء. هذا مواصفات ديال شركة الحياة، أنا كنطلق من الشركة ديالي بعدك. مواصفات هو الإنسان اللي غتكون يعني كتنتمي لبعدك. أنا بالنسبة لي كنتمي للمجتمع ديالي بعدك، مجتمع أنا كنطلق من المجتمع المغربي، ومن ناحية الأخلاقية من طبيعة الحال المجتمع المغربي يعني معروف عليه مجتمع محافظ، ولكن ماشي بالمفهوم المحافظ اللي كيبغيو دابا بعض الناس اللي بغيو يديروا المرأة في التوش. يكون بعدك كيخاف من الله، يكون لا كان فيه خوف الله عمرك ما تخافي منه، دائما تعيشي مزيانه. ويكون كيتفاهم كيعاود لك اي حاجه، ما يخبع عليك، وعاوتاني انت ما تخبعي عليه والو، ها الحياه تكون مزيانه. كان كيخبع عليك ما تكون والو، ما كاين حتى شي حاجه. خاصها تكون مرضيه، خاصها تكون نبيره وصالة على رضا ديال المراه، خاصها تكون مرضيه لراجلها. كنتمنى كل واحد يلقى شريكة حياته. خير يما خصهم شويه تصبر، الرجال يصبروا شويه والعيال يصبروا شويه وصافي يكون خير ان شاء الله. المراه تكون محافظه من طبيعه الحال، تكون الاخلاق اللي هي متعارف عليها واللي معروفه، وتحترم نفسها وتحترم الغير وتحترم الحياه الزوجيه اللي بطبيعه الحال، وتقوم بالواجب ديالها. كانت خارج المنزل راه كتقوم بالواجب ديالها، وداخل المنزل كنطلق مراسي، انا عندي مراه موظفه، حطيني كنغسل القشوع، حطيني كنصبان، حطيني كندير واحد العدد المسائل بطبيعه الحال. ومن بعد الخطرات كنوجد ليها الغداء تجي تاكل، حقاش انا خدام حر في الاعمال الحره، معناها انني اقوم بالدور اللي كدير يعني المراه القديمه. انا كندير ما عندي حتى شي